نرحب بكم على لايف المملكة 2030، واليوم احنا في مشتل جميل ما شاء الله تبارك الله في مشتل ابو شامخ. ابو شامخ طبعا اهتم بنبتة الأزولة. نبتة الأزولة هذه تقلل من 30 الى 40% للي مربين للمواشي والطيور. على لايف المملكة 2030 حبينا ان ننقل لكم هذه الطفرة اللي وجدت من 7 سنين تقريبا في الخليج العربي وبإضافة المملكة العربية السعودية. تابعونا على لايف المملكة 2030، إن شاء الله تنال إعجابكم. نرحب بك أبو شامخ على لايف المملكة 2030. الله يرضى طبعا عليك أنت تميزت بنبتة الأزولة. نبتة حبيبي، الأزولة هذه اللي طبعا أخذت ما شاء الله تبارك الله صدى عالي في المدينة الله يرضى المنورة. عليك نبغى، ويسعدك. متى جاتك الفكرة؟ الله يرضى عليك. اول شيء انا ارحب فيك وارحب في لايف المملكه في زياره هذا المشتل الصغير. طبعا الفكره جات من الحبيب الغالي الخبير ابو عبد الرحمن الاحمدي ابو ساري، لاني انا اربي مواشي وطيور، ف اهتميت في الموضوع هذا لانه يكلف او يخفف تكاليف الاعلاف. حياك الله. النسبة كم تقريبا؟ انت طبعا كانت عندك الطيور، ما طيور، كم خففت عندك النسبة؟ صراحة التخفيف يكون من 30% إلى 40%، إلى أصل إلى 50% إذا كنت اهتميت بالأزولة وبأجوائها يعني زرعتها. احنا كذلك نتواصل مع ابو ساري اللي يشرح لنا عن نبتة الأزولة، وباذن الله حياكم الله. حيفيد المتابعين لايف المملكة 2030، ونرجو من الله سبحانه وتعالى هذه اللي هي الفائدة اللي احنا نرجوها. الله يرضى عليك وشكرا على زيارتك ابو معاذ. شكرا لك. شكرا. نرحب بك ابو ساري طبعا، وانت المتخصص في نبتة الأزولة. حياك الله ابو معاذ. الكل معانا على لايف المملكة 2030 يبغى يعرف ايش هي نبتة الأزولة وايش المكتسبات اللي يهتمون فيها. حياك الله ابو معاذ، وشكرا لله في المملكه 2030 اتاحنا الفرصه هذه عشان نتكلم شويه عن نبات الازوله. طبعا نبات الازوله نبات سرخسي او احدى النباتات السرخسيه اللي تعيش فوق سطح الماء. يتميز نبات الازوله بجميع الفيتامينات والعناصر الموجوده فيه، ويفتقر للكربوهيدرات الموجوده في الحبوب، ونسبه البروتين في نبات الازوله من 25 الى 30%. طبعا نبات الأزولة بالنسبة للأغنام والطيور بجميع أنواعها يعتبر كعلف لها، يساعد المزارعين أو مربي الدواجن والأغنام على تخفيض نسبة التكاليف الشهرية من 30 إلى 40%. كمثال، لو التكاليف الشهرية لتعليف الأغنام أو الطيور 10,000 في الشهر، بإذن الله مع نبتة الأزولة حيوصل إلى 5,500 إلى 6,000 ريال شهريا. طيب طريقة زراعتها، نبغى طريقة طبعا زراعتها. الأزولة نبات سرخسي يعيش فوق الماء. لو تلاحظوا معايا الموية هنا 4 سنتي تحت، هذا هو نبات الأزولة. شوفوا هنا معاي، هذه جذور الأزولة تكون في الماء، وهذا هو الورق حقها اللي يكون فوق. طبعا بالنسبة للطيور جميع أنواعها، كيف طريقة التعليف؟ تأخذ الأزولة ساعة وتعطيها مباشرة، أما بالنسبة للأغنام لا، بعد 12 ساعة إلى 24 ساعة تجفف عشان تنزل منها الرطوبة، بعد كذا تقدم للأغنام مع خلط نسبة من الحبوب، لأن الأزولة زي ما قلنا تفتكر للكربوهيدرات الموجودة في الحبوب. طيب أبو ساري، إيش يحتاج عشان أنا أسوي العملية اللي هو زراعة الأزولة؟ الأزولة بسيط زراعتها. أول شيء يكون بركة 10 سنتي ارتفاعها إلى 20 سنتي أو شراع الموية، تحط مويه حلوه. تفضل نبات الازوله انك تحط ماء الحلو، كل ما كانت المويه حلوه اللي يزرع الازوله كل ما كان انتاجها عالي. بعد كذا لو زرعتها على المويه تحتاج تسميد عضوي، سماد بقري سماد غنمي مع بعض الام بي كي 20 30 19 19. بعدين الازوله ما تبغى التسميد الكثير، كل 25 يوم 30 يوم بتسميد مقنن، يعني بسيط مو تسميد كثير. تفضل. طيب كم الوقت اللي تحتاجه عشان تكون مكتملة؟ الحوض حسب زراعتك، أفضل زراعة للأزولة لكل متر مربع تحط كيلو، يعني عندك الحوض 4 في 5 يحتاج 4 في 25 كيلو، لو حطيته بعد 3 4 أيام تستطيع تجمع منها. طبعا الجمع يوم بيوم ربع الحوض، يعني يبغى لك تحفظ. أيوة، لأن هي عبارة عن انقسامات، الأزولة تتقسم وتتكاثر عن طريق الانقسامات، ما هي بذور. إنتاجها
الكيلو مع التزميد الصحيح الكيلو أزولة ينتج يوميا من ربع إلى ثلث كيلو يوميا مع التسميد والطريقة الصحيحة. أبو ساري نشكرك على هذه المعلومات القيمة. احنا حاولنا نختصر والله بالنسبة لنبتة الأزولة، طبعا يبغى لها حلقات وحلقات، ولكن حبينا نوصل لأصحاب المواشي أصحاب الطيور إن في شيء بديل للأعلاف الأخرى أو على الأقل مساعد لهذا. فعلى لايف المملكة 2030 نقول لك شكرا، شكرا على الوقت هذا الثمين اللي أعطيتني إياه. كذلك لا أنسى أشكر أخويا أبو شامخ صاحب المشتل اللي أعطانا من وقته إن يجي نصور في هذا المكان الجميل. وحنا برضو نشكرك ونشكر لايف المملكة 2030 اللي أتاح لنا فرصة نوصل للجمهور إيش هي الأزولة ومعلومات عن الأزولة. شكرا لك. مثل ما شاهدتم طبعا على لايف المملكة 2030 نشكر الأخوان اللي كانوا معنا، صاحب المشتل عبد الرحمن جابري بالإضافة إلى الأستاذ عبد الرحمن الحربي اللي كان شرح عن الأزولة. هذه هي نبتة الأزولة، فأنتم دائما مع لايف المملكة 2030 حتشوفون تقارير أخرى بإذن الله في مكان آخر. تابعونا ومع السلامة.